دي صورة أبوي الله يرحمه بقى. الحكومة اعتلته لحد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحة ما صدقتش. وانا ماشية كده كنت حاسة ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده. هو مش شايفه خلاص. امك دي؟ دي امي واخواتي الاتنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه يقعد نقعد في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما. هو اللي خرجني من القسم. وجي ورايا عشان يطمن عليا. على فكره سعاده البيه وشرف النبي بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي. لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوة انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجة بسيطة للعيال. مسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذة. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحيط. خلصنا يا كابتن بقى. ما كانتش فارده دي يا عم. الصبر الصبره دي اللي بكلمها اهو. الصبر يا لهوي يا مصطفى. اهبط 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 يا عم اهبط. ايوه يا سامي ازيك. انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا. ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو. يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت. قعدت من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافش عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شوقي. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي افهمي انا زي اي حد في الحاره هنا. عايز ماشيك يبقى تمام. عايزك تمشي عدل. وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شوقي. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شوقي ماشي. ايه يا عم روميو؟ هلا يا شوقي. انت فين يا عم؟ معلش المصلحه بس انت عارف. طب يلا 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 بس استنى بس. انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. ويعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود. انت مالك؟ انت مالكش فيه. يلا يلا يا عم. يا عم خلاص طبعا. ايوه يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. يا وشو البنت تاني دي قفشاك؟ عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس؟ انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. ما انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده يا عم. سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي محدش سمعه وهو معرضه علينا. يا عم ما نركه ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. لا تروح تدي لهم. ماشي ناوي تستن بيها ايه؟ مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. ده دماغ عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100 بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى. انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه انا نشاطي سيارات وانزل قبل اي لجنة. هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك انا بنتي ناس وما بركبش غير عربيات. مش عاجبك نزلني. لو واضح انك بنت ناس فعلا.
ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله، مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقولك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله لك، صار لك دماغي. يلا يلا غوري. حقي بقى. عرف. يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ أنا فين حقي؟ فين الموبايل؟ قومي بقول. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا إيه؟ ها؟ ها؟ اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك؟ خليكوا في اللي انتوا بتشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغم، هات يا نغم اللي زي قرعه مد بره البنت دي. مقصوفه الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا؟ جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك، يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. قابلي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك، مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار. لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب الله يطلع الصبح وكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. فيا حماة الاسلام وحراس العقيده، هنا مدرسه محمد، ومن جلس معي في حضره المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. درسنا النهارده يا اخوانا عن الفرحه، كيف نفرح. زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانه بشكل مؤدب ومهذب وجميل، والمعازيم جايين لابسين اللي على الحب وريحتهم عطر، ريحتهم حلوه، وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول. صلوا على حضرة المصطفى، قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. إنما دلوقتي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات، ما تفهمش العيال دي لابسة إيه ولا عاملة شعرها إزاي، واللي حالق زلابطة، واللي مشرط دماغه، واللي رسم حروف على قرعته، وريحتهم والعياذ بالله وحشة وحش قوي. ايوه، ما الواحد فيهم بقاله ساعه عمال ينفض نفسه رقص، واللي بيرقص بسنجه، واللي بيرقص بمطوه، واللي عمال يتمرمخ في الارض، وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه، وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليزي. مع ان ابن شوقي لسه عامل الزفه بتاعه ده بنتي. الواحد ما بقى عارف صح فين ولا غلط فين. زمن الفرحة الحلو، نفرح بس بأصول، نفرح بس بعد، ولا إيه؟ الواحد بقى يسمع أغاني والعياذ بالله بتجيب له شلل رباعي. أي أيوة والله شلل رباعي. ده الواحد بيبقى خارج على فيض الكريم رايح شغله، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تأكل حراما، يسمع واحد يقول له أنا كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي يا ابني ورانا أشغال خلصت الله يسترك. يا ولا جاتك الهوا يا بعيد. يا ولا كمل.
أشوفك أقول لك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. بيقول لحبيبته يعني إن كلها على بعضك.